مرحبا، دفع عفا لو بعز الصيف، هيك بيقول المثل. طقس صيفي معتدل حراريا ورطب عم بيسيطر على لبنان والحوض الشرقي للبحر الابيض المتوسط. حراره ضمن معدلاتها السنويه، رطوبه عاليه على الساحل، بحر متوسط الموج وحراره مياهه 28 درجه. اليوم طقسنا غائم جزئيا مع ارتفاع محدود بدرجات الحراره ورطوبه عاليه على الساحل، تكون ضباب فوق الجبال خلال فتره المساء. نبقى بجوله على درجات الحراره اللي رح تسجل الليله على الساحل 26 درجة، على المرتفعات 24، بالبقعة 17 وبالأرز 14 درجة. نبقى بجولة على درجات الحرارة اللي رح تسجل اليوم ببعض المناطق اللبنانية، بينه 29 درجة، جبل محسن 31، حصرون 25 درجة، شكا 31، جونيا 31، وعوكر 30 درجة. الرطوبة بتتراوح بين 55 و85%، حرارة سطح المي 28 درجة، وسرعة الرياح بتتراوح بين 15 و35 كيلومتر بالساعة، رياح جنوبية غربية. كيف رح يكون طقس اليوم واليومين يلي جايين منشوفهم سوا؟ نهار التنين بتتراوح الدرجات بين 26 و31، تلاتة بين 27 و32، الأربعة بين 28 و33. نبقى هلأ بجولة على درجات الحرارة ببعض العواصم العربية والعالمية. بغداد 44 درجة، دمشق 35، طرابلس 34، تونس 35، أثينا 34، وبرلين 31 درجة. وأنا بدي أتمنى لكم صباح نور.